يقال أنه دبلوماسي محترف مختار غيق تم تعيينه في القصر الرئاسي في المراضية منذ عام 2005، وكان لسنوات عديدة أحد أقرب المتعاونين مع عائلة بوتفليقة وخاصة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شخصيا. وأنهى السفير الجزائري في الأسباق لدى إسبانيا وإيطاليا مختار غيق مسيرته الدبلوماسية ليصبح في 2005 المدير العام للبروتوكول الرئاسي، كما تولى هذا المنصب خلفا لرشيد معارف وزير الدولة السابق للسياحة والذي أصبح فيما بعد سفير الجزائر في روما. ورث مختار غيق المنصب الذي شهد مرور علي بن فليس والعربي بالخير ومولاي قنديل وأحمد ويحيى أمامه، وهذا يدل على المكانة التي يتمتع بها هذا المسؤول الرفيع وعضو السرايا الجزائرية خلال سنوات حكم بوتفليقة. في أعقاب حراك 22 فبراير 2019 وسقوط بوتفليقة 2 أفريل 2019، تعرض مختار غيق لسقوط رهيب وتم إقالته بعد أيام قليلة من استقالة بوتفليقة في 2 أبريل تحت ضغط من الحركة الاحتجاجية الشعبية التي عرفتها الجزائر. وبعد عام تم حبسه احتياطيا في وقت متأخر من مساء يوم 24 و 25 فبراير 2020 بعد أن استمع إليه قاضي في الجزائر العاصمة في قضية تهريب منتجات غذائية مدعومة. وتضمنت هذه القضية الملياردير ورجل الأعمال حسين متيجي الرئيس القوي من مجموعة متيجي المتخصصة في إنتاج منتجات الأغذية الزراعية من الحبوب. وكان حسين متيجي بالفعل المتهم الرئيسي في هذه القضية التي استمع فيها أيضا إلى رئيس وزراء سابقي لعبد العزيز بوتفليقة وهم أحمد وحيا وعبد المالك سلال، وحكم عليهم بالسجن 15 و12 عاما على التوالي في قضايا فساد أخرى في ديسمبر 2019. بعد السجن حسين متيجي ومختار غيق في نهاية فبراير 2020 لم تشهد هذه القضية أي تطورات وتم تجاهلها بالكامل، كما لم ينتبه الرأي العام الجزائري على الإطلاق للجانب السفلي الخفي لهذه القضية، ولم يعمق القضاء الجزائري أبدا تحقيقاته واكتفى ببعض آثار الإعلان. ومع ذلك فإن مختار غيق هو رجل أثرى في ظروف مزعجة للغاية، وبالفعل تمكنت ألجيري بارت خلال تحقيقاتها من الحصول على وثائق حصرية تثبت استحواذ مختار غيق على عديد من العقارات في الدائرتين 11 و12 من باريس، وهي مناطق راقية في العاصمة الفرنسية، أين كان مختار غيق في منصب الرئاسة عندما وافق على استثمارات عقارية تصل بحسب تحقيقاتنا إلى أكثر من 2.7 مليون يورو. وبين 31 أكتوبر و19 ديسمبر 2017 أنشأ مختار غيق وزوجته ياسمين الدباغ وابنته ريمر غيق السي دباغ في باريس. هذه الشركة العقارية السي هي المسؤولة عن إدارة العديد من العقارات الموجودة في 18 شارع جوغوميه باريس 75012 أي الدائرة 12. وكان على السي دباغ أيضا إدارة الرسوم والتكاليف المطلوبة لاستخدام شقة أخرى تقع في 15 شارع نيكولاي في الدائرة 12 في باريس، شارع نيكولاي وهو شارع يقع في منطقة بيرسي في الدائرة 12. وتشير الوثائق التي حصلنا عليها أيضا إلى أن عائلة مختار غيق احتلت أيضا شقة أخرى تقع في 18 سان سيباستيان في الدائرة 11 بفضل أسي دباخ دائما. قدم مختار غيق لزوجته وابنته العديد من الأصول العقارية تتكون من 3 شقق على الأقل في الدائرتين 12 و11، متوسط سعر المتر المربع في هاتين المنطقتين تتراوح ما بين 10,000 و13,000 يورو. وبحسب وصف العقار الوارد في الوثائق الرسمية التي تم استدعائها خلال تحقيقاتنا، فإن قيمة الشقق 3 لعائلة مختار غيق تتجاوز 2.7 مليون يورو. وتجر الإشارة إلى أن زوجة مختار غيق وابنته فقط يقيمان في فرنسا. ولدت ريمر غيق في 8 يونيو 1986 في سن 31 عاما، وجدت ابنة المستشار المؤثر في سراج بوتفليقة نفسها تدير 3 عقارات في أرقى المناطق البارزية. وتجدر الإشارة إلى أن مختار غيق لم ينتقل حتى الآن إلى باريس لتأسيس السي لإدارة الاستحواذ على العقارات الباريسية، وكان قد وقع على توكيل لصالح زوجته للسماح له بتمثيله في جميع الإجراءات الإدارية اللازمة لإنشاء السي دباغ. تم الحصول على هذا التوكيل من الجزائر العاصمة، واعترف مختار غيق في عقد التأسيس لعائلة السي بأنه غير مقيم في فرنسا، وقدم نفسه كسفير يقيم في فيلا 103 في نادي الصنوبر. وهكذا من نادي الصنوبر تمكن المدير السابق للبروتوكول في القصر الرئاسي بالمرادية
من الحصول على عقارات بأكثر من 2.7 مليون يورو في باريس. وحتى اليوم لا تأخذ السلطات الجزائرية هذه القضية على محمل الجد، ولم تجري أي تحقيق لتحديد مدى الثروة المخبأة في الخارج لهذا المدير السابق لبروتوكول رئاسة الجمهورية. أخيرا، تجدر الإشارة إلى أن الاستحواذات العقارية المشكوك فيها محظورة تماما بموجب التشريع الجزائري بموجب المادة 8 من لائحة بنك الجزائر رقم 0701، والتي تنص بوضوح على أنه بصرف النظر عن الحالات المنصوص عليها صراحة في المادة 126 من الأمر 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003، فإن تكوين الأصول النقدية والمالية والعقارية في الخارج من قبل المقيمين الذين تركوا نشاطهم في الجزائر ممنوعا منعا باتا.